السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، روتين جديد كما كتشوفوا. من بعد ما فطرنا جيت باش نعجن. بالنسبه للفطور، الفطور عادي، الخبز، الزيت، المربى هكايا، الفرماج، شويه ديال البيض، واتاي القهوه. هنايا من بعد ما فطرنا اختي راه كتغسل الماء عندها باين، ان شاء الله نصورها لكم تشوفوها وكتغسل الماعن. انا غادي نعجن شويه ديال الخبز، ومن بعد غادي ندير الطاجين. انتم معايا اي حاجه درتها غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. اختي راه كتغسل الماعن، سمحي لي يا هاجر. هادي باش البنات راه كيلعبوا، دابا نصور لكم فين كيلعبوا. المهم اختي راه كتغسل الماعن، انا عجنت العجينه خليتها ترتاح، وغنمشيو ان شاء الله نصبوا الطاجين باش نوريكم بعدا البنات اش كيديروا. هنايا البنات راه تيلعبوا، عطيتهم دانون ياكلوه، وهنايا حاطه ليهم الالعاب. مره الصراحه كنبدل ليهم الالعاب باش ما يطلعوش ليهم في الراس. صافي انا غنمشي نقضي شغلي انا واختي. مهم اي حاجه درتها راه غادي تشوفوني ان شاء الله. هنايا جيت نصب، غادي نصب ان شاء الله اللحم. باقي ما عرفتش من الخضره غادي ندير، يقدر غندير شويه الجلبانه والبطاطا، وغادي ندير هكايا ربع من الفوق. المهم باقي ما عرفتش اش غادي ندير بالضبط، غادي غير ندير البصله، نقطع البصله نديرها مع اللحم. وهنايا امي كتصاوب ليا النعناع وكتنقي ليا، غادي تنقي ان شاء الله كذلك الربيع. وهنايا الخبز راه خليته يخمر. هنايا غادي ندير التوابل، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال البزار، غير واحد شويه باش ما يجيش حار، معلقه ديال الخرقوم البلدي. هذا الخرقوم الصراحه اللي جبت هذه الخطره زوين، عجبني، جبته من مرجان والله الا زوين. واخا في الاول بان ليا بحال مخلط، ولكن لا راه هو حقيقي، يعني مطحون مزيان زوين وتيعطي اللون الخارج. صافي غادي نشنض البصله، وغندير بصله وحده مشنضه باش هكايا تخطر ليا المرقه. هنا كما كتشوفوا راه باقي ما درتش الزيت، درت غير العطريه وشويه ديال الماء. وغادي ندير كما قلت لكم بصله وحده باش تجيني هكايا المرقه خاتره وزوينه، والاخرى راه غادي نقطعها شرائح كبار شويه. صافي هنايا درت البصله، شحرتها واحد شويه، غادي ندير هاد البصله هادي اللي قطعت، غادي نزيد وحده اخرى لان كتبان ليا هادي قليله، غنزيد وحده اخرى. هنا غادي نزيد البصله اللي قلت لكم غنزيدها، لان الصراحه الطاجين كيبغي هكايا البصله تكون كثيره واحد شويه. غادي ندير دابا واحد الشيء ديال الزيت، نزيد واحد الشيء ديال الزيت. صافي غادي نغطي عليه نخليه يطيب واحد شويه باش نزيد عليه الخضره. غنزيد الصراحه دابا الجلبانه، الجلبانه باش ما كطيب كتجي زوينه. نديرو غير واحد شويه. صافي غادي نغطي عليه دابا ونخليه مرطوب واحد شويه، نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطر. الشلاضه واش عقلتوا على الشلاضه اللي قلت لكم راه غنقادها ان شاء الله، ودرتها في واحد الروتين تحت في ليا داك الفيديو. هي هذه هنايا قطعت الفلفله بالالوان، قطعتها كشرائح صراحه، ماشي انا اللي قطعتها، اختي اللي قطعتها. وهنايا كذلك القرعه، القرعه كيفاش غادي ندير ليها، غادي نقطعوها شرائح تكون رقيقه بحال هكا. ونفس الشيء الدنجال، الدنجال حتى هو غادي نقطعوه شرائح تكون رقيقه. هانتوما كتشوفوا هذا كنحيدو، يعني هذا الاولاني غادي نحيدو، وبالنسبه لهادو راه غادي نخليوهم. هاد الشلاضه كتجي رائعه رائعه، واخا غادي تشوفوا بان فيها الدنجال والقرعه، اللي ما تاكلش القرعه راه غادي ياكلها. هتبعوا معايا ان شاء الله وتشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. وهنايا بالنسبه للمطيشه غادي ندير جوج صغار مع الشلاضه، وهادو غادي نقد بهم الكيتشوب، يعني بغيت نقاد غير واحد شويه
غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي كندير الكيتشوب حتى هو كيجي رائع، كيجي زوين بحال الا خديتوه من الزنقه. هنا غادي نقطع كاع القرعه خضراء اولا الكورجيت بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للبنجل نختاروا شي وحدين هكا يا صغار، الا لقيتوهم صغار نديروهم. كنحيدوا القشره الاولانيه ومن بعد غادي نحاول غير بشويه نقطعوه حتى هو شرائح بحال هكا. الا فيها هكا الزريعه نحاولوا نحيدوا هاد البلاصه اللي فيها هكا الزريعه. شكرا هاجر. بحال هنا فيها الزريعه ضروري نحيدوا هاد البلاصه، واقيلا كلها دايره هكا نحيدها. كتكون حاره يعني هذيك اللي كتكون فيها هكا هذيك الزريعه كتكون حاره بزاف. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع البنجل اللي عندي يتقطع بهكا ونتلاقاو. ماشي مشكله الا كانت هكا شويه الزريعه غير واحد شويه راه ماشي مشكل، ولكن تكون كثيره بزاف لا حيدوها. من نكمل الخضره غادي نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه لهذه اللي فيها الزريعه هكا في الوسط باش ما نضيعوهاش. غادي نضربوا ليها الجناب حتى نوصلوا البلاصه اللي فيها الزريعه باش ما نضيعوهاش. غادي نجي عاوتاني للجنب الاخر كنحيد القشره وغادي نقادو هكايا حتى نحيدو، لان كما قلت لكم هاد الزريعه الا كانت عاوتاني كثيره بزاف غادي يجي حار. وهذا ماشي مشكل يعني الا حيدناه راه ماشي مشكل، نضربو حتى لهنايا بحال هكا باش ما نضيعوش. صافي هنايا بالنسبه للمطيشه حتى نكمل هادشي ونرجع لكم المطيشه نقول لكم كيفاش غادي نقطعها ان شاء الله. هنايا غادي نهز البصله نقطعها في شرائح، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. هنايا راه كتسمعوا الماكينه خدامه لان الصراحه كنخرج العشيه كنحاول نقضي شغلي هكايا الصباح باش نكمل شغلي باش نخرج. هنايا بالنسبه للمطيشه غادي نقطعها على جوج من بعد غنقطعوها على اربعه. هنا بالنسبه لهاد الزريعه نتوما كتشوفوا غنحيدها غادي نقطعوها هكايا. هنا كما كتشوفوا نحيدو الزريعه غادي نعاودو نقسموها على جوج. غادي نحيد هادي من بعد غادي نكملها. غادي نجي لهنايا باش نقاد الكيتشوب. بالنسبه للكيتشوب الكاسرونه تكون ما فيهاش نقطه ديال الماء. غادي ناخذ هكا يا مطيشه نقسمها على اربعه واخا فيها هادي ماشي مشكل نتوما غادي تشوفو. نقسموها على جوج غادي نديرها فوق النار نخليها تطلق وتطيب راسها يعني بلا ما بلا والو. هي غادي تطلق الماء بزريعتها بكلشي. غادي نديرها بلا ما بلا والو نديرها فوق النار نخليها ومن بعد نتلاقاو باش نقول لكم اش غنديروا ليها. هنايا الخضره راها موجوده كلشي موجود. اش غادي ندير دابا؟ غادي ندير شويه ديال الملحه على مطيشه وبصله وكذلك القرعه خضره والبنجال والفلفله. غادي غير نسيبهم شويه بالملحه عفوا ما البزار ما غاديش نديرو وغادي ندير لهم شويه ديال الزيت. من بعد هادشي غادي نديرو فوق النار غنديرو في المقله بطبيعه الحال انتم غادي تشوفوا معايا. هنا غادي نبدا هو الاول بالبنجال والقرعه راه درت الملحه ودرت الزيت غادي نديرهم في المقله دابايا نشحرهم غير واحد شويه. هنايا درت القرعه بغيتو ديروا شويه بشويه يعني تشحروا شويه بشويه كديروه
بغيتو ديرو بحالي، ديرو بحالي، انا غادي نغطي عليه، نخليه على نار مهيله مره مره، غادي نقلبو ولكن بشويه باش ما نقطعوش هكا الدنجال، بغينا يبقى هكا باش نقادو هكا في الشلاضه. بينا حنايا هاد الشكل هذا يكون في الشلاضه، لا في القرعه خضراء ولا في الدنجال. ونحيد الدنجال ان شاء الله، غادي ندير الفلفله، ولكن ما غاديش يعني، غادي نصور لكم ان شاء الله بعد ما حيدت القرعه والدنجال كما قلت لكم. حاولوا ديروهم شويه بشويه باش يبقاو لكم هكا يا صحاح. الا حنتي درتوهم كاملين غيجيكم معجن، من الاحسن ديروا شويه بشويه. هنايا درت الفلفله، وهنايا ديك مطيشه ضروري تغطيوها، قلت لكم ضروري تغطيوها باش تطلق الماء ديالها. صافي ها نتوما كتشوفوا راها طابت، غادي نطحنها ونصفيها ونطلقها. هنايا قبل ما نطحن ديك مطيشه غادي نقاد المايونيز هو الاول. علاش؟ لان هذا الخلاط باش غادي نطحن المايونيز وغادي نطحن به كذلك ديك مطيشه. وبالنسبه للمايونيز كنقول لكم ديما الاناء خصو يكون ناشف، اولا الخلاط خصو يكون ناشف باش يسبق لينا المايونيز. هنا درت ثلاثه الفرماجات. بالنسبه لهذا المايونيز راه سبق ليا ونزلتو في القناه كاس صغير ديال الحليب. هنايا راه ما عمرتش هذا الكاس، غنديروا كاس صغير ديال الحليب وغادي نطرب هادشي مزيان. غندير واحد شويه ديال الملحه، غنديرها قدامكم. بالنسبه للخل ما غاديش نديرو دابا حتى نطلع المايونيز مزيان، عاد ندير الخل. بغيتو ديروه ماشي مشكل، يعني اللي بغيتو. غادي نطرب المايونيز ومن بعد غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه حتى تعقد ليا المايونيز. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. هذا المايونيز راه كيصدق 100%، غير ما ديروش يعني تخلطوا في الخلاط فيه الماء. وحتى الكاس فاش غادي نديروا الحليب ضروري يكون ناشف، ما فيهش قطره ديال الماء. صافي دابا غادي نغسل هذا الخلاط وغنمشي ان شاء الله نطحن مطيشه باش نقاد الكيتشوب. هنايا مطيشه غنطحنها. نطحنها وغادي نصفيها، كنطحنوها بالقشره ديالها. هنايا ناخذ معلقه ما تكونش عامره ديال المايزينا، غادي نزيد عليها شويه ديال الماء، غير واحد شويه، غير واحد نص كاس تقريبا باش نذوب هاد المايزينا هذه. وغادي نزيدها على هاد المطيشه. مطيشه راني طحنتها وصفيتها، كنطحنوها وكنصفيوها. غنزيد عليها كذلك شويه ديال الخل، غندير واحد المعلقه ديال الخل، معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وغادي ندير كذلك واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال السنيده وشويه ديال الملحه. من بعد غادي نخلط هادشي نديرو فوق النار مع التحرك، ومن بعد غتشوفوا اللون ديالو. ديك مطيشه ديال الحك كتعطي اللون ديالها، كيجي بحال الكيتشوب. الكيتشوب ها هو كتشوفوه، ما بقى ليه والو، نطفي عليه. هنايا درت مطيشه مع البصله، من بعد ما حيدت الفلفله درت مطيشه مع البصله، غير يتلقوا واحد شويه يتشحروا لي واحد شويه غنحيدهم. وهنايا الطاجين راه درت اختي البطاطا ودرت فيه شويه ديال الربيع. هنايا الكيتشوب راه كيتبدل اللون ديالو. وبالنسبه للمطيشه مع البصله راه درت شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. ضروري هاد الشلاضه تكون بارده، دابا باقي ليا غير الخس نقيه ونقطعو. هنايا غنوريكم الكيتشوب كيفاش كيجي، كيجي بحال هكا وكيجي زوين 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 بزاف، غير جربوه. غادي نخليه يبرد وغادي نخلي الشلاضه ديالي تبرد، ومن بعد غادي نجيو باش نقادو غنقد معكم بعدا واحد الديسير. لان الديسير علاش قديتو دابا؟ باش ناكلو ان شاء الله عند العصر. غادي نقادو دابا نحيدو عليا،
عاد لي نجي نقاد في الشلاطه. تيسير غادي ندير واحد شويه ديال الحليب، ندير ثلاثه معالق كبار ديال السنيده. كما قلت لكم هذا الديسير غادي ناكلوه ان شاء الله عند العصر، اما الناس اللي غادي يبغيو يحطوه مورا الغدا يخدوه هو الاول باش يجي بارد ويجي زوين. غادي ندير ثلاثه معالق كبار ديال لا كريم باتيسير، وما ننساش الاخت ديالي والام ديالي الله يجازيهم بخير، راه معاونيني بزاف ملي كيعسلو ليا الماعين وكيجمعو ليا وكيعاونوني، الله يحفظهم ليا ويحفظ جميع المشاهدين الامهات ديالهم واللي ماتوا ليه الله يرحمهم يا ربي في هذا النهار. هنايا غادي نخلط هادشي مزيان، ومن بعد غادي نزيد هاد الياغورت. ياغورت فلون راه معروف، غادي نخلط هادشي مزيان ومن بعد غادي نديرو فوق النار مع التحراك حتى تيعقد ونتلقى يدخل ان شاء الله. هنايا صافي الكريمه راه ديما كنحضرها معكم راه معروفه. غادي نزيد دابا هاد الياغورت ديال طانيت، وغادي نخلط هادشي مزيان نحركوه مزيان حتى ينسجم ليا مع لا كريم باتيسير. هنايا غادي نجيب المول، ديرو المربع اولا داير اولا المستطيل اللي بغيتو، واللي تيبغي البسكوي في الديسير يدير البسكوي. انا الصراحه كيجيني هكا شويه كيجي حلو بزاف. شاش غادي ندير غير الكريمه اللي نحاولوا نقدوها. نحيدو كاع هادشي ما نضيعو حتى شي حاجه، وغادي نحطها كيف هاد المول. غادي نجيب دابا يا البنان غنديرو هكا فوق هاد الكريمه هادي. غادي نبدا نستف دابا يا البنان. يمكن لكم ديروا الفريز الخوخ يعني اللي كيعجبكم، يمكن لكم عاوتاني هكا تخلطوا في الفواكه. ما كملت البنان، غادي نخليه غير واحد شويه نوجد الطبقه الثانيه باش نغطيه باش ما يكحلش لينا البنان، ضروري نغطيوه دغيا باش ما يكحلش البنان. هنايا درت واحد فلون ديال فاني درته بالسكر، نسيت ما صورتش لكم فاش درته، ودرت السترو ديال الليمون اولا العصير ديال الليمون. هنا فلون ها هو، ديروا ديال البنان ولا فاني اللي بغيتو. انا درتو هنايا بالسكر داكشي علاش ما درتش السكر، نتوما الا درتو داك العادي ديروا السكر على حسب الذوق. غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نديرو فوق النار مع التحراك حتى يغلى. هنايا كما كتشوفوا غير تيولي بحال هكا، راه هو ما تيعقدش تيبدا يغلى. صافي غادي ناخذو نديرو فوق البنات. صافي غادي ندير دابا نصبها هكا فوق البنان غير بشويه، تيجي بحال هكا ما تيجيش عاقد، ولكن من بعد ما كيبرد راه تيعقد. يمكن لكم الا ما بغيتوش ديروا معلقه ديال المايزينا، يمكن لكم ديروا جوج فلون ديال الفاني اولا ديال البنان، حتى البنان كيجي زوين مع الليمون. نحاول نغطي كاع البنان اللي عندي. صافي غادي ندخلو الثلاجه يبرد، وغادي نجي دابا باش نقاد هاد الشلاطه هادي. نحطي هو الاول البنان. صافي
هنايا راه طفيت على الطاجين، غادي نخليه يبرد وغادي نجي نقاد هاد الشلاضه. اول حاجه خديت الخس درته في هاد الطبق ديال التقديم. فاش غادي نقدم هاد الشلاضه هادي، جبت الزلافه، غادي ندير فيها شويه ديال الكيتشوب تقريبا واحد جوج معالق كبار، اولا غير معلقه كبيره من الاحسن ديروا جوج معالق كبار، حتى نشوفوا من بعد الى هذا غادي نزيد. غادي ندير جوج معالق كبار ديال المايونيز، هنا المايونيز ديال الحليب، يمكن لكم كذلك ديروا المايونيز ديال البيض اللي بغيتو. وغادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص ديال الصوجا، واحد ثلاثه القطيرات حتى لربعه ولا خمسه، المهم نتوما تشوفوا غير واحد شويه باش تجينا الصلصه ديال المايونيز بحال هكا. صافي هكا بغيتها. غادي نهزها بواحد شويه، ندير شويه هنايا لتحت، غير جربوا هاد الشلاضه هادي راه غادي تعجبكم، راه كتجي رائعه بزاف. غادي نجيب هنايا القرعه خضراء، هانتوما كتشوفوا شويه ديال الفلفله، غندير الفلفله بالالوان، ندير فلفله حمراء وصفراء تكون هكايا مخلطه، ومن بعد غادي ندير الكورجيت وكذلك الدنجال. نحاول نقدهم هكايا من الفوق، داكشي علاش قلت لكم الى من الاحسن انكم تحرمه كي واحد شويه وحده بوحده، ماشي وحده بوحده في المقله، يعني تعمروا المقله ما ديروش كي درت انايا قبيله باش ما يجيكمش هكايا، ما يجيوش هكايا معجنين وصافي، ما عرفت الفران واش غيجي زوين، يعني دهنوهم هكايا كامل، دهنوا الفلفله وكذلك شرائح ديال الكورجيت وشرائح ديال الدنجال والبصوماطيشات، ديروهم في الطاوة دهنوهم بالزيت وديروهم في الطاوة ودخلهم، ما عرفت اش غيجي ان شاء الله، غادي نحاول نجربهم، الا جا زوين راه غادي نقولها لكم. وكنهز مطيشه غير واحد شويه ما نكثروش مطيشه، وهنايا البصله حتى هي كتشحر واحد شويه، غنقسمو هادشي لان هادشي غنديرو غير في هذا وهذا، غنقسمو كل واحد نديرو القياس، والبنات عندي ما تيبغيوش القرعه خضراء ولكن هكا والله الا كلاوها عجبتهم بزاف. غادي نجيب معلقه صغيره هنا، غادي نجيب الا عندكم ديك القرعه كديروا الخطوط من الفوق ديروها ولا ديروا بحال اللي بغيتو. هنا غادي نجربها واحد شويه، كنزيد فيها شويه ديال الكيتشوب تجي جاريه شويه. وبالنسبه اللي غادي نقدم معاها كنخليها شويه ثقيله، صافي من بعد ما كملت كاع الخضره اللي عندي كما قلت لكم قسمتها في هاد الطبيسيلات باش غادي نقدمهم، ما نخليو حتى شي حاجه. صافي غادي ندير من الفوق الخطوط ديال هاد الكريمه، راه كنقسم هنايا الكريم الكريمه اللي فعلا الكريمه، هاد الصلصه هادي المايونيز مع الكيتشوب وكذلك واحد الشيء ديال الصلصه ديال الصوجا. هاد الشلاضه راه يمكن لكم ديروا فيها الفطر تقطعوه وكذلك حتى تشحروه في شويه ديال الزيت الفطر طري، اولا ديروا الاخر تشحروا في شويه ديال الزبده والملح والبزار وتضيفوه، كذلك يمكن لكم تضيفوا فيها الدجاج مقطع حتى هو يكون هكايا مشحر. صافي دابا هي مبقى لي غير نوجد نقدم لكم الغداء ان شاء الله، تشوفوا شنو حضرت كاع، غنحط لكم الطاجين وهاد الشلاضه هادي وكذلك الخبز اللي عجنت ان شاء الله. هنايا هذا هو الغداء،
هنايا هذا هو الغداء، الطاجين اللي درت معكم، كذلك الشلاضه. وهنايا حطيت المايونيز، كذلك الصلصه اللي خلطت مع المايونيز والكيتشوب. وهنايا الخبز اللي عجنت. هنايا من بعد ما غادي نتغداو غادي نمشيو نرتاحو واحد شويه، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ما تغدينا تاصلينا العصر الله يقبل، غادي نقدم هاد التحليه هادي. تقدموها هكا اولا كتقطعوها، كل واحد كتعطيوه الطريف ديالو. نقطع واحد الطريف ان شاء الله، بسم الله. تجي بحال هكا، نقرب عليكم شويه، كتجي عاقده وبارده وزوينه، وكنتمنى يا ربي تعجبكم. هنايا من بعد ما كلينا التحليه خرجنا تمشينا شويه، مشينا الاسيمه، لقينا اسيمه شويه اليوم خاويه لان واقيلا كاينه الكره، داكشي علاش. مهم الدنيا خاويه. بديت كنصور لكم ومشيت للماعن، عرفتوني انايا اللي ضربني على الماعن، مشيت نشوف واش كاينه شي حاجه هكايا جديده. كنصحكم اللي باقي ما خداش البواطات على هذا الشكل هذا ياخذهم، لان فعلا كينفعونا بزاف. انا نوريكم واحد البواطه خديتها عفوا ونفعتني بزاف، هذه زوينه بزاف، كنت خديتها بعشرين درهم، ولكن هنا اسيمه دايره 22 درهم. وهاد الطبيصيلات كنت خديتهم من مرجان ب15 درهم، ولاو دابا دايرين 12 درهم. الصراحه انا ما خديتش اليوم الماعن، علاش؟ لان قلت ننزل للمدينه ونشوف واش نفس الثمن، وبالاخص هاد الطبيصيلات هادو رائع الشلايد. صافي درنا شويه وتمشينا، الصراحه جينا من الدار الاسيمه على رجلينا ورجعنا كذلك على رجلينا، درنا الرياضه وتمشينا شويه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. قبل ما نقول لكم السلام عليكم، كنشكركم كاملين على تعليقاتكم الرائعه، شكرا شكرا بزاف، وكنعتذر منكم لان ما كنجاوبكمش ديك الساعه. دابا راكم عارفين عندي الضياف، سمحوا لي بزاف، ان شاء الله راه كل واحد غادي نجاوبه والهلي يخطيكم عليا. كنشكركم بزاف بزاف، الله يكبر بكم. وكنتمنى من الناس اللي باقي ما شاركوش في القناه ديالي، نتمنى منكم تشاركوا في القناه، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نقول لكم الى اللقاء والى حلقه مقبله.